ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج القوس ليوم الاحد 26 ديسمبر كانون الاول 2021. توقعات العشرية الاولى مواليد 22 نوفمبر ل 1 ديسمبر. شعرك النهاردة نجاحك في المجموعة مضمون. حماسك بيمكنك من انك تعمل بنجاح من خلال فريق النهاردة، ده بيمكنك انك تترك علاماتك بهدوء في الفريق. حتى لو قمت بانجاز المهام مع فريقك، لكن تذكر ان نجاح المجموعة هو الاهم الان وليس شخصيتك الخاصة فيك، وهينتج عن ده انك هتصبح في مناخ ممتاز في المنزل، وده بيؤدي الى سلوك اناني الى الاضرار بعلاقاتك الاسرية على المدى البعيد. توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر. هتتعرض النهاردة لكتير من الأسئلة، وهيطلب منك النصح، ويتطلب ذلك انك تحافظ على سلامك في موضوعات حساسة النهاردة، لكن بقولك ما تخليش غرورك يصيبك لذلك نتيجة لهذه الثقة اللي وضعوها فيك، وإلا فإنك ممكن تسيء استخدام هذه الصراحة اللي بتراها في من حولك في أغراض أنانية ليك. استخدم نفوذك في إنك تساعد الآخرين، ممكن إنك تكسب قلب شخص تاني. توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر. شعرك النهاردة شعبيتك مرتفعة جدا، علشان كده استعد لكل ما هو مش متوقع. المفاجآت السارة هتكون في انتظارك، وبفوق ده ان شريك حياتك بيحتفظ بشيء خاص ليك النهاردة، لكن ما تخليش توقعاتك ترفع اكتر من اللازم. ممكن انك تكون شكور على كل اللي بتتلقاه منه النهاردة، ده بيتفاعل الاصدقاء معك بإيجابية، وهيقدروا شركائك المحتملين، وهيتأثروا بالطريقة البرامة. نزل حركة الكواكب اليوم بيشكل عطارد مادة سداسية مع نبتون اليوم، ده بيحرك خيالنا النهاردة. بيمكننا تجربة الشعور بالمعرفة والفهم مع الحد الأدنى من الشرح أو حتى التعليمات. بيتم إبراز الحدس أو إيقاظه، وبتقوم بتطبيقه على الأمور العملية بشكل خلاق النهاردة. نحن نقدر التفاصيل الدقيقة اللي هتساعدنا على أننا نفهم الآخرين والمواقف، هنكون أكتر إلهام وهنلهم الآخرين بكلماتنا. هناك هيصبح انفتاح نفسي في تفاعلاتنا واتصالاتنا، وهنكون أكتر لطف وتعاطف بشكل ملحوظ. هيواصل القمر عبوره من برج العذراء اليوم، وبينتقل لبرج الميزان، وهتشير المرحلة دي من القمر إلى أزمة وعي محتملة. بعد الاستمتاع بالوعي اللي هيرمز ليه الضوء الكامل للقمر في وقت اكتمال القمر في الأسبوع اللي جاي، بدأنا في رؤية ما يناسبنا وما لا يناسبنا استعدادا للقمر الجديد الأسبوع اللي جاي. عندما يولد شيء من جديد مرة أخرى، لا هيكون أفضل من وقت بدء مشروع مهم، حيث إننا ممكن نتناقص في ضوء القمر، وده بيرمز إلى الانزلاق اللاوعي النهاردة. وممكن تبدأ في إنهاء تفاصيل كل حاجة كنت بتتصورها في القمر الجديد الأخير. من الناحية المثالية هنكون بنصل لرؤية أكتر نضج لمشروع أو موقف. حتى بيحدث القمر النهاردة الفارغ قبل تغيير العلامات، حتى بيدخل في برج الميزان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.